لو عملنا مسابقة طبخ بينكم تتوقعوا مين يكسب؟ انتصار. انتصار كنا بنقف في اللوكيشن واحنا شغالين في مطبخ، فكله كان بيشتغل في نفس الوقت في التصوير، فلو احنا بنعمل مشهد هي بتبقى على جنب، انتصار حتى لو مش طالع في الكاميرا بيطبخ، بيتقطع بتنجان، بيتقطع بطاطس عشان ترجع البيت هتطبخها، فانتصار هتكسب طبعا. بس ده انتصار حبيبتي يعني. انتصار طبعا بلا منافس، محدش يقدر يقول التلت التلاته كام. يعني ايه احلى اكله بعرف اعملها؟ بحب المسقعه قوي، بعرف اعملها قوي، وللاسف دلوقتي اتمنعت ان انا اكلها للاسف. يعني والله انا غلبان يعني في الطبيخ، يعني مش دريم، بس ممكن اللحمه، يعني بحب اطبخ لحمه شويه كده على قد يعني. لو فتحت مطعم خاص بيك هتسميه ايه؟ لو فتحت مطعم خاص بيا اسميه ايه؟ والله على حسب فتحته فين، عشان حاسس المكان هيبقى مؤثر قوي على اسم المطعم. بس على حسب بقى شوف لما افتح عزيمه ان شاء الله. هدى فلفل، احكوا لنا عن حوادث حصلت في المطبخ. احكي لك عن حوادث حصلت في المطبخ اثناء التصوير. احمد مالك فتح ايده، احمد مالك كان بيقطع حاجه، كان متعصب في المشهد بيعمل كده، كسر حاجه راح فتح ايده كده ودم بقى في كل حته. حصل لنا حادثه، كان في مشهد كده المفروض متعصب فيه، فبخبط طاجن فاضي ففتح ايدي من هنا كده، وخلصت المشهد ببص لقيت بقى في دم وبتاع، وقعدت اقفل على ايدي وكده. ايه اغرب كومبو اكل بعمله؟ ان انا بحدق وحلي وحلي وحدق حدق حلي حلي حدق. عملت بيض مع الفراخ، فحطيت بيض على فراخ، الموضوع كان غريب جدا.